أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي تمحل به الخلوة وتنفرد به التراب وتقتل به اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا هادئا ويقينا صادقا ودينا طيبا ورزقا واسعا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ورزقا حلالا طيبا واسعا صالحا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا من خطاياك ما تغول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا أبدا واجعل وارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يحبك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم اولا واخرا وداخلا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. اللهم اعطنا بيات العلماء وارحمنا بموت الشهداء واصلنا يوم القيامة في جملة الاولياء وجبنا الجنة مع الانبياء عليهم السلام. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت.